أعزائي طلاب طالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص إلكترونيات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الإلكترونية. هنتكلم النهاردة على النوع الثاني من أنواع أجهزة الاستقبال، اللي هو نوع أجهزة الاستقبال الـ FM أو الـ Frequency Modulation، اللي هي التعديل الترددي. كان النوع الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو أجهزة استقبال الـ AM، اللي هي Amplitude Modulation أو التعديل الاتساعي. هنتكلم على جهاز استقبال الـ FM، وهنعرف ايه الفرق بينه وبين اجهزة الاستقبال الـ AM. بداية كده نقول ان احنا لو سمعنا محطات في جهاز استقبال، يعني جهاز راديو شغال على موجات الـ AM وعلى موجات الـ FM، بنلاحظ حاجة. ايه اللي بنلاحظه؟ والحاجة اللي هنلاحظها دي هي اللي هتديني الفرق بين جهاز استقبال الـ AM وجهاز استقبال الـ FM. الفرق ايه؟ ان احنا بنلاحظ ان جودة الصوت في اجهزة الاستقبال الاذاعية، اللي هي الـ FM، اللي هي التعديل الترددي، اللي هي الـ Frequency Modulation، انقى بكتير جدا من اجهزة الاستقبال الصوت نفسه في اجهزة الاستقبال الـ AM اللي هي الـ Amplitude Modulation. وهل نقاء الصوت ده نتيجة وجود حاجة معينة في الجهاز؟ موجود دايرة معينة مسؤولية كاملة عن إزالة الشوشرة. دي دايرة كاملة. طيب خلي بالك بقى معايا، الرسم التخطيطي بتاع جهاز الاستقبال الـ AM اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو كان بتاع السوبرتوداين، كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من هوائي، والهواء التوافقي، مكبر تردد عالي، والمازج والمذبذب، ومكبر التردد المتوسط، والكاشف، ومكبر الجهد، ومكبر القدرة. وكنا بناخد من الكاشف خارج اسمه الاي في سي او الاي جي سي، بغذي بيه مرحلة مكبر التردد العالي ومكبر التردد المتوسط عشان احافظ على مستوى ثبوت الاشارة عشان ما تتأثرش بالعوامل الجوية. طب عظيم، الكلام ده يا ترى هنلاقيه في جهاز الاستقبال الـ FM؟ هنلاقي مراحل متشابهه تماما، متشابهه. شوف انا قلت ايه؟ متشابهه. انما المراحل بتاعت اجهزه الاستقبال الـ FM ترددها واشارتها تختلف تماما عن الـ AM. ماذا الا كنا عملناهم جهاز واحد؟ يعني بدل ما كنا نعمل AM و FM، كنا عملنا جهاز مثلا FM لوحده او AM لوحده يحل محل المشكله دي وخلاص. يعني مكان ده مكان ده او ده مكان ده، لا، ده شكل الاشاره المعدله اي ام غير شكل الاشاره المعدله اف ام، ودي ليها علاقه كمان بالدايره اللي هي بقول لك عليها اللي هي مسؤوله عن نقاء الصوت. طيب احنا عايزين نعرف الفرق بين اجهزه الاستقبال في الرسم التخطيطي، اجهزه الاستقبال الاي ام واجهزه الاستقبال الاف ام، عايزين نشوف الفرق بينهم شكله ايه. تعال نشوف الرسم التخطيطي بتاع جهاز الاستقبال اف ام، هنشوفه. بس الاول لازم اعرف قبل ما اخش على الرسم التخطيطي، انا لازم اشوف، خلي بالك معاك كويس قوي، لازم اشوف شكل الاشاره المعدله تعديل ترددي. زي ما شفنا قبل كده شكل الاشاره قبل ما نشرح جهاز الاي ام، شرحنا شكل الاشاره اللي هي هتخش في جهاز الاي ام وايه اللي هيحصل لها من المراحل بتاعت الجهاز. نفس الكلام هنشوف الإشارة المعدلة تعديل ترددي شكلها إيه، وتعرف التعديل الترددي شكله إيه، لأن هي الإشارة دي اللي هتعدي معايا على كل مراحل الجهاز في الرسم التخطيطي وفي الدوائر اللي هي مسؤولة عن استقبال الإشارات الـ FM. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. أجهزة الاستقبال المعدلة تعديل ترددي ترددياً اللي هو FM اللي هي Frequency Modulation. تعال بقى نشوف تعريف التعديل الترددي. شوف ما ينفعش نخش في الجهاز مباشرة إلا لما نعرف شكل الجهاز، شكل الإشارة اللي هتمر داخل مراحل الجهاز، وشكل الإشارة ده هيجي منين؟ من التعريف. تعريف التعديل الترددي اللي هو Frequency Modulation أو التعديل الترددي. حد فاكر التعديل الاتساعي لما عرفناه كان ايه؟ صح، سامع الناس بتقول كده، هو التعديل، خلي بالك التعديل الاتساعي الاي ام
هو التغير، خلي بالك، التغير الحادث في اتساع الموجة الحاملة بمزاجها، لا تبعا للموجة المحمولة. الموجة الحاملة ترددها عالي والموجة المحمولة ترددها منخفض. عند ثبوت مين؟ عند ثبوت التردد. عشان كده سميناها تعديل اتساعي. طب التعديل الترددي نقدر كده يعني نقول كده من تعريفنا للتعديل الاتساعي نقدر نستشف التعديل الترددي؟ اه، ما التعديل الاتساعي كان تعديل في الاتساع والتردد ثابت. ده انا بقول لك بقى تعديل ترددي يعني بغير في التردد، يعني التغيير هيكون في التردد والاتساع هو اللي ثابت. فاكرين في اول حلقة قلت لك لو فهمت جزء معين في حتة معينة هيفيدك بعد كده. شوف التعريف بتاع الاي ام سهل علينا تعريف التعديل الترددي تماما. يبقى انا لو انا دلوقتي عندي اشارة بعدلها تعديل ترددي، اما اجي اعرفها هقول هو التغير، شوف تعديل ترددي هو التغير الحادث في تردد الموجة الحاملة. التردد هو اللي بيزيد ويقل. تردد مين؟ الموجة الحاملة بمزاجها، لا تبعا الموجة الحاملة ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض. عند ثبوت مين؟ الاتساع. هناك كان بيتغير الاتساع والتردد ثابت، لا هنا بقى بيتغير التردد والاتساع ثابت. ده في التعديل مين؟ التردد. تعال نشوف التعديل الترددي بشكل الاشارات ونشوف بنعرفه ازاي. تعريف التعديل الترددي الاف ام اللي هو الفريكوانسي موديوليشن، ادي بنسميها موديوليتنج ويف، الاشاره المعدله اللي هتشكل الموجه الحامله اللي هي اشاره المعلومات اللي بنسميها موديوليتنج ويف، او بنشوفها برضو في بعض الدوائر موديوليتنج سيجنال. كارير ويف تردد الموجه الحامله او الموجه الحامله، او شوف الموجه الحامله اهي ترددها ثابت واتساعها ثابت، تردد عالي اهو. لما تخش الموجه المحموله بتاعت التردد المنخفض ده على موجه التردد العالي دي هيبقى عملت التعديل. طب ايه اللي هيتغير؟ تعال نشوف اللي هيتغير مين. اللي هيتغير التردد، شوف هنا كام ذبذبه، 4، هنا 6، هنا 4، هنا 2. الله، ده التردد بيتغير اهو، بس خلي بالك التردد هو اللي بيتغير بتاع الموجه الحامله والاتساع ثابت، الارتفاع بتاع الموجه اهو ثابت، ودي بنسميها الموديوليتنج ويف، الاشاره المعدله او المشكله. دي كلها يعني اسامي واحده. تعال نشوف بقى التعريف. يبقى هو التغير الحادث او تغير في تردد الموجه الحامله ذات التردد العالي بمزاجها، لا تبعا للموجه المحموله ذات التردد المنخفض عند ثبوت الاتساع. ده تعريف التعديل الترددي. بص كده خلي بالك بقى معايا، في عندي نقط هنا، خلي بالك من النقط دي كويس قوي عشان نشوفها بالتفصيل دلوقتي. نقطه ايه؟ زي نقطه سي، زي نقطه اي، زي نقطه جي. التلات الاربع نقط دول مستوى زي ما بنقول كده مستوى الصفر. اعلى نقطه عندي بي ومين واف، ادي مستوى الصفر. واقل نقطه اللي هي مين دي. يبقى خلي بالك بقى معايا، المستوى المتوسط بتاعي اللي هو الاي والسي والاي والجي، اللي هو بص خلي بالك معايا، ادي الاي اهي زي السي عددهم 4 اهم، زي الاي اهي زي الجي اهم، نقطة بي واف زي بعض هم اعلى نقطة، ونقطة دي هي اقل نقطة. شوف عند نقطة بي اللي بقول اعلى نقطة اكبر كمية تردد، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 ذبذبات اهم عند البي. طب عند الاف هلاقيهم 8 برضو اهم. طب عند الدي اللي هي اقل حاجة اهي، شوف كم، 2 ذبذب ما فيش غيرهم، هم ذبذبتين ما فيش غيرهم. طب تعال نعرف بقى التعديل الترددي، وعلى فكره هنشوف دلوقتي الجزء ده اتكون ازاي نقطه نقطه. التعديل الترددي هو التغير الحادث في تردد الموجه الحامله ذات التردد العالي
تبعا للموجه المحموله ذات التردد المنخفض عند ثبوت الاتساع. ده تعريف مين؟ التعديل الترددي. تعال نشوف بقى ازاي كيف يتم التعديل الترددي. الكلام اللي انا قلته لك من شويه، نقطه A ونقطه B وC واعلى قمه واقل قمه او اقل قيمه، دي هنشوفها نقطه نقطه. احنا هنجزأ الاشاره دي جزء جزء، واحنا قلنا الاي زي السي زي الاي زي الجي، واعلى نقطتين اللي هم البي والاف، واقل نقطه اللي هي مين؟ الدي. تعال نشوف الكلام ده، نشوفه ازاي نقطه نقطه وازاي بتتشكل الاشاره تشكيل او تعديل ترددي. هشوف دلوقتي، خلي بالك بقى معايا، ادي جزء اهو، ادي السيجنال ويف او المودوليت سيجنال اهي، ادي الكارير ويف. بص بقى كده، في عندي كام نقطه اهو، من النقط اللي بشتغل عليهم، كل نقطه من دول هتقابل عدد ذبذبات من دول. يعني اول ما تخش الاشاره دي عاديه التعديل، وتخش الاشاره دي برضه عاديه التعديل، عاديه التعديل لازم يخش فيها تردد منخفض ترد عالي. هشوف ايه اللي هينتج نتيجه الكلام ده عند نقطه ايه، ايه اللي هينتج، كام ذبذبه عند بي، كام ذبذبه. واحنا اتفقنا الاي والسي والاي والجي زي بعض، والبي والاف زي بعض، واقل قيمه هي مين؟ هي الدي. هنشوف دلوقتي، ادي نقطه ايه والسي والاي والجي زي بعض اهم، اربع ذبذبات اهم مفيش غيرهم. هناخد البي، خلي بالك، والاف زي بعض، كام ذبذبه؟ تمام، ادي شفتش، خلي بالك بقى زادت ازاي. هتيجي السي زي الايه، وبعد كده تيجي مين؟ الدي، دي اقل قيمه، شوف كام ذبذبه، اتنين مفيش غيرهم. شوف التردد اتغير اهو، بس خلي بالك، لاحظ معايا برضو الاتساع ثابت. ناخد بعد كده مين؟ الاي اللي هي زي الاي والسي، وادي الجي الاف، وبعد كده مين؟ الجي. ادي عندي الاشارات، بص اتغيرت ازاي. يبقى مين اللي غير الموجه الحامله؟ الموجه المحموله، غيرتها في ايه؟ في التردد. طيب خلي بالك معايا هنا، في ريسيتنج اللي هو التردد الضبط بتاع اللي هو الاف نود، هيبقى في ترددات اعلى منه وفي ترددات اقل منه. السي والاي هما الاثنين اهم، السي والاي والاف، خلي بالك في ترددات. بص اف او ناقص دلتا اف، التردد القليل بتاع الدي اهو اقل قيمه، اف او زائد دلتا اف، خلي بالك معايا ده اكبر قيمه اللي هي بتاعت البي، وبتاعت مين؟ وبتاعت الاف. يبقى انا كده شفت الاشاره المعدله تعديل ترددي. الرسم التخطيطي لجهاز استقبال سوبر هيترودين اف ام برضو، يبقى طالما قلت خلي بالك بقى معايا سوبر هيترودين، يبقى نفس زي المراحل بالظبط، في نظريه خلط الترددين اللي هو الاف او والاف سي. نشوف بقى هنا الرسم التخطيطي لمراحل جهاز استقبال الاف ام. بص بقى المراحل بتاعتي، ده في ناس هتقول لك صح، ده زي المراحل اللي كنا خدناها في الاي ام، بس ابص بص تاني كمان واتاكد واشوف الاختلاف. البلوك ده اللي هو جوه منه بلوكين ما كانش موجود هناك، كان بعد مكبر تردد متوسط كان فيه كاشف، كان فيه ايه؟ كاشف. هنا مفيش كاشف، ده هنا فيه محدد ومميز، والاتنين دول مع بعض بيمثلوا كشف الاف ام. ومن هنا هعرف اول نقطه من الرسم التخطيطي لاحظتها على الرسم التخطيطي ايه هي؟ ان عمليه الكشف فيها مرحلتين مش مرحله واحده، مش مرحله واحده، عمليه الكشف مرحلتين، المحدد والمميز. يبقى هما الاثنين دول بيعملوا مرحله الكشف في الاف ام. يبقى الاشاره المعدله اف ام طريقه كشفها بتختلف تماما عن طريقه كشف الاي ام. الاي ام كان كشف عادي، واتكلمنا عليه الحلقه السابقه، قال عباره عن ثنائي ومكثف، ثنائي جرماني ومكثف، انما هنا الكشف لا، دي دايره، دايره كامله وهنشرحها، اللي هي دايره المميز.
طب انا شايف في حاجة اسمها محدد هنا. شوف كلمة محدد، محدد يعني بيحدد، بيحدد مين؟ بيحدد الإشارة نفسها. ولما نيجي نشرح المراحل مرحلة مرحلة هقول لك المحدد بيعمل ايه بالظبط. نرجع للرسم مرة تانية ونشوف. اول حاجة عندي الهواء التوافقي، ده الهوائي اللي هيستقبل الموجات الاول ويحولها من ايه، من كهرومغناطيسية لكهربية. يجي بعد كده الهواء التوافقي اللي فيه دائرة الاختيار مع الهواء اللي بيستقبل الهوائيات. طبعا دائرة الاختيار الهواء التوافقي ده بتبقى دائرة رنين توازي، وبيتم عن طريق اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات. لحد كده زي ما بشرح في الاي ام، مكبر التردد العالي هيكبر الإشارة اللي تم اختيارها. طيب المذبذب هيقوم بتوليد تردد أعلى من تردد المحطة المستقبلة. وهقف هنا، هقف ليه؟ لأن أنا كنت بقول هناك في الاي ام المذبذب بيقوم بتوليد تردد أعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط وهو 455 كيلو هرتز. ده في الاي ام. طب في الاف ام لا، ده هنقف كده، في اختلاف بقى. ايه هو؟ ان المذبذب بيقوم بتوليد تردد اعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط او التردد البيني ومقداره 10.7 ميجا هرتز. في الاي ام 455 كيلو، يعني 455 الف هرتز. في الاي ام، في الاف ام 10.7 ميجا هرتز، يعني مليون هرتز. مليون هرتز. يبقى اول حاجة هي بانت ان في تردد بيني في الاف ام قيمته 10.7 ميجا هرتز. هنيجي بعد كده للمرحلة اللي بعد كده، المرحلة بتاعت مين؟ بتاعت المازج. والمازج هيعمل ايه؟ هيخلط تردد المحطة مع تردد المذبذب، تمام، عشان يطلع لي التردد البيني. ونظرية الخلط بتاعته زي بتاعت الاي ام، خلط الاي ام. ايوه، بياخد الاف او اللي هي 10.7، قيمتها اعلى من تردد المحطة بمقدار 10.7 اللي هو التردد المتوسط، ويخلطها مع الاف سي، وهينتج برضو الاربع الخمس حاجات اللي داخل الخلط، تردد المحطة وتردد المذبذب ومجموعهم والفرق بينهم والتوافقيات. كل دول هيبقوا في مين؟ في المازج. برضو هحط حارس على دماغ المازج ما يطلعش غير مين؟ التردد البيني او التردد المتوسط اللي هو قيمته كام؟ 10.7 ميجا هرتز. يبقى زي ما بنتكلم في الاي ام هو نفس الكلام مع تغيير القيم بتاعت التردد. وطالما اتغير التردد تتغير العناصر اللي مكونه للدوائر، بالذات ال والسي اللي هو الملف والمكثف. تعال نشوف الكلام ده بتاع المازج بيعمل ايه، ونكمل بقيه مراحل جهاز لاستقبال الاف ام. نرجع للشاشه مره تانية. نيجي بعد كده المازج زي ما قلت لك بيتم عن طريقه خلط الترددين، تردد المحطه اللي هو اف سي فريكونسي كارير، تردد المذبذب اللي هو فريكونسي اوسيليتور، وبينتج نتيجه الخلط ده التردد المتوسط اللي هو 10.7 ميجا هرتز. مكبر التردد المتوسط هيكبر التردد المتوسط اللي خارج من المازج، وقيمته كام؟ 10.7 ميجا هرتز. الاشاره ماشيه معايا اهي، الاشاره ماشيه معايا وفيها شوشره. بص هنا وصلت لمين بقى؟ نيجي للجديد اللي عندنا. الجديد اول حاجه في العناصر الجديده اللي انا شايفها هم ثلاث عناصر، هو المحدد والمميز والاي اف سي، هم دول اللي هيختلفوا. طب المحدد هنا هيعمل ايه؟ خلي بالك بقى معايا، ده كلمة محدد زي ما قلت لك بيحدد الإشارة. المحدد ده وجوده هو اللي مخلي ميزة للتعديل التردد الاف ام عن الصوت في بتاع الاي ام. الصوت بتاع الاف ام انقى، انما الصوت بتاع الاي ام لا، مش نقي زي الاف ام. بسبب وجود مين؟ بسبب وجود المحدد. طب وجود المحدد بيعمل ايه؟ ده المحدد ده دائرة بيتم عن طريقها إزالة الشوشرة.
ترانزستور بمكوناته وظيفته بس يشيل الشوشره. خلي بالك الشوشره بتبقى مضافه على مين؟ على الاشاره. فانا لما بحدد الاشاره يبقى اللي هيعدي كان في نفق كده، المحدد ده كده تبص تلاقي اي نفق، هنخرج بره شويه بس عشان افهمكم الجزء ده، يقول لك قبل ما تخش على النفق اقصى ارتفاع مثلا 3.5 متر. احنا عاملين دايره الكترونيه عشان تحدد الاشاره اكتر من ارتفاع الاشاره بالظبط، مفيش حاجه هتعدي. طب ما الاشاره بيجي عليها الشوشره، يبقى الشوشره مش هت ايه؟ مش هتعدي خالص، لان الفائده المحدد ازاله الشوشره. طب خلي بالك انا حطيت هنا محدد ليه؟ لان انا عارف اتساع الاشاره ثابت. ينفع المحدد احطه في الاي ام؟ ما ينفعش خالص، لان اتساع الاشاره بيزيد ويقل، عشان كده سموه تعديل اتساعي. يبقى المحدد ده وظيفته ازاله الشوشره. ازاله مين؟ الشوشره. وده سبب من وجود نقاء للصوت في اجهزه الاستقبال الاف ام. نيجي بعد كده للشاشه ونشوف المرحله اللي بعد كده اللي هي الديسك مونيتور او المميز. المحدد بنسميه ليميتر، والمميز اللي هو بنسميه ديسك مونيتور. المميز ده المحدد اللي هو وظيفته شال الشوشره، الاجزاء الحمراء اللي فوق الاشاره اهي شالها، بقت اشاره نقيه اهي، دخلت على مين؟ على المميز. انا شايف الاشاره، بص خلي بالك بقى معايا، الاشاره اللي داخله متعدله في التردد اهي، داخله على مين؟ على المميز. والاشاره اللي خارجه من التردد اشاره عاديه خالص بتتغير في الاتساع. يبقى ينفع نقول المميز ده حول، نقول كده حول التعديل الترددي للتعديل في الاتساعي خطا، ما ينفعش. المميز وظيفته، خلي بالك من النقطه دي كويس قوي، تحويل التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. ما ينفعش اقول غير التعديل التردد وخليت تعديل اتساعي، لا، ده هو بيغير في التردد نفسه، تردد نفسه بيحول التغيرات في التردد دي الى تغيرات في الاتساع. يبقى وظيفة المميز هو تحويل التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع، والكلام ده هنقوله بالتفصيل لما نيجي نشرح دائرة المميز. قيم للتردد معينة يديني اتساع معين، قيمة تانية تديني اتساع مختلف، قيمة تالت وهنشوف الكلام ده بالتفصيل، لان انا عندي بشتغل على ثلاث قيم، يا اما التردد بيساوي التردد المتوسط اللي هو 10.7، يا اما ترددات اقل منه، يا اما ترددات اقل منه اعلى منه. بس هم الثلاث دول ثلاث حالات اللي بشرح فيهم مين؟ المميز. وده ان شاء الله باذن الله هنشرحه في الحلقات القادمه. تعال نرجع للشاشه ونشوف فائده المميز، ونشوف ايه اللي هيخرج من المميز تاني في خارجين للمميز. نشوف الكلام ده على الشاشه. المميز في هنا باخد من خارج المميز اهو، خلي بالك معايا اهو، حاجه اسمها اي اف سي، اوتوماتيك فريكوانسي كنترول، ضابط الصوت الاوتوماتيكي، ضابط الجهد الاوتوماتيكي، واحيانا بيطلق عليه الاي جي سي، اوتوماتيك جين كنترول، ضابط الجهد الاوتوماتيكي. يبقى اذا ضابط التكبير الاوتوماتيكي اللي هو اوتوماتيك جين كنترول، اي جي سي، اوتوماتيك جين كنترول. ده بيعمل ايه؟ ده جهد كده مستمر بيتاخد من خارج المميز، وبغذي بيه مكبر التردد المتوسط ومكبر التردد العالي عشان احافظ على مستوى الاشاره. الجديد عندي بقى الثاني الاي اف سي، بص ده برضو جهد بيتاخد من خارج المميز وبيغذي المذبذب. شوف خلي بالك معايا، ومكتوب هنا اي اف سي، اوتوماتيك فريكوانسي كنترول، ضابط التردد الاوتوماتيكي، ضابط التردد الاوتوماتيكي. هقف هنا، خلي بالك بقى معايا، ضابط تردد مين؟ ضابط تردد المذبذب، او ضبط تردد المذبذب اوتوماتيكيا. الله، هو المذبذب هو تردده مش مظبوط؟ دخلنا في حته تاني. اقول لك التردد بتاع المذبذب بيبقى غير مستقر،
غير مستقر. ليه؟ لان ده بالميجا، تردد عالي جدا عالي جدا بالمليون، فاي هزه في الدايره ممكن تخلي التردد ده مش مظبوط. ولو خلي يعني التردد اللي هو هيطلع من المذبذب لو مش مظبوط، يبقى التردد المتوسط ما هيش هيطلع مظبوط. يعني التردد المتوسط جاي من تردد المذبذب وتردد المحطه. اذا انا بحط دايره، خلي بالك من الكلام اللي بقوله كويس قوي، انا بحط دايره الاي اف سي، الاي اف سي في اجهزه الاستقبال الاف ام عشان تحافظ على تردد المذبذب المحلي، لان تردد المذبذب المحلي في اجهزه الاف ام غير مستقره. واحد هيقول لي دلوقتي طب ما كانش اي اف سي موجود فين في الاي ام؟ صح، اقول لك كلام مظبوط، لان تردد المذبذب في الاف ام كان مستقر. ليه كان مستقر؟ لانه كان بالكيلو هرتز، بالالف مش بالمليون. وهشبهها لك كده بحاجه بسيطه جدا عشان ما تنساهاش. التردد المذبذب المحلي في الاف ام يعني بالميجا هرتز. انا بشبهه كده بقول كده عشان تبقى ما تنسيش، بقول ده عامل زي الراجل الكبير جدا في السن لو جاله شويه برد يعني بص بيخلوه ما يقومش من مكان، بيهزوه. انما التاني اللي هو 30 كيلو هرتز بتاع الاي ام، بتاع الاي ام، لا ده عامل زي الشاب يجي له دور البرد هيمشي ويروح الشغل وكل حاجه. عشان كده بقول لك افتكر الاثنين، افتكر المثل ده، ان تردد المذبذب في الاف ام غير مستقر. ليه؟ لانه عالي جدا، وتردد المذبذب في الاي ام مستقر. وعشان تردد المذبذب في الاف ام غير مستقر حطيت له الاي اف سي. شوف النقط اللي بتكلم فيها دي شرح، والنقط دي هي اللي انا بستخلصها لما اجي اقارن بين جهاز الاي ام وجهاز الاف ام. اول ما اجي اقارن بينهم على طول النقط دي بتظهر لي، اللي هي النقط اللي احنا بنشرحها دي هي اللي بتظهر معايا فين؟ في المقارنه. وانا قلت لك قبل كده المقارنه احنا بنفهمها ما بنحفظهاش. نرجع تاني للشاشه مره تانية. يبقى انا خدت الاي اف سي اهي، وكل ده واخده منين؟ زي ما قلت لك واخدينه من المميز. هنيجي بعد كده نشوف مكبر التردد الصوتي اللي هو مكبر الجهد. ده بيكبر جهد الاشاره اللي هي خارجه من مين؟ من المميز، المستوى المطلوب لتشغيل مكبر القدره. مكبر الجهد ومكبر تردد صوتي ومكبر صوتي كل دول واحد. مكبر تردد منخفض برضه صح، كل دي اسامي صح. مكبر القدره اللي هو الصوتي ومكبر الاخراج الصوتي، ده بيكبر قدره الاشاره اللي خارجه من مكبر الجهد او مكبر التردد الصوتي الى المستوى المطلوب لتشغيل مين؟ السماعه. السماعه هتحول لي الاشاره الكهربيه الى اشاره صوتيه مسموعه. دي مين؟ السماعه. تعال نشوف بقى المراحل دي مرحله مرحله. نشوف بقى شرح كل مرحله. اول حاجه الهواء التوافقي اللي هو التيونينج سيركت، ودي بتتكون هذه المرحله من الهواء الذي يعمل على التقاط الاشارات اللاسلكيه المرسله من محطه الارسال وتحويلها الى اشاره كهربيه متغيره، كما ودائره، كما يعني مرسله زي ما كانت مرسله، ودائره اختيار المحطه المرغوبه هي دائره رنين ذات سعه متغيره، مكثف متغير يعني. يعمل مكبر تردد عالي بقى اللي هو راديو فريكوانسي امبليفاير. يعمل هذا المكبر على تكبير قيمة جهد الإشارة اللي تم اختيارها ويتم توصيلها إلى داخل مرحلة المازج. بعد ما كبرت الإشارة بوصلها لمين؟ للمازج. نيجي بعد كده مين؟ للأوسيليتور اللي هو المذبذب المحلي اللي بنسميه لوكال أوسيليتور. وده بيقوم تعمل دائرة المذبذب المحلي زي ما احنا قلنا على الشرح على توليد ذبذبة مستمرة ذات تردد أعلى من قيمة تردد المحطة المستقبلة بمقدار 10.7 ميجا هرتز، وهو قيمة التردد البيني أو التردد المتوسط طبعا لمين؟ لأجهزة الإف إم. ويتم وضع المكثف المتغير زي ما قلنا في الإي إم لدائرة الهواء التوافق اللي هي دائرة الاختيار ودائرة المذبذب على محور واحد، بحيث يكون تردد المذبذب أكبر من تردد المحطة بمقدار 10.7 ميجا هرتز. أنه مكثف المكثف ده والمكثف ده، الاثنين دول على محور واحد عشان يبقى تردد المذبذب اعلى او اكبر من تردد المحطه المستقبله بمقدار التردد المتوسط. طب وانا ليه حطيت تردد المذبذب والمكثف بتاع تردد المذبذب مع مكثف المكبر التردد العالي او داخل معانا
ده عشان اضمن ان الفرق بينهم دايما يبقى ثابت. الفرق بينهم يبقى ايه؟ ثابت. ويتم وضع المكثف المتغير لدارية المذبذب على محور واحد مع المكثف المتغير لدارية الخالط، بحيث يكون الفرق التردد المذبذب المحلي وتردد المحطة المستقبلة دائما ثابت، اللي هو 10.7 ميجا هرتز. المازج، وده بيكون بمزج بين اشاره المذبذب المحلي اللي هي اف او واشاره المحطه المستقبله اللي هي اف سي، وينتج مجموعه من الترددات. ايه اللي هينتج؟ فاكرين الكلام ده احنا قلنا في الاي ام؟ قلنا هينتج كام حاجه لما دخل الاشارتين دول على الخالط، اللي هي الاف او اللي هي الفريكونسي اوسيليتور المتردد المذبذب، والاف سي اللي هي الكارير فريكونسي اللي هو التردد المحطه المستقبله فريكونسي كارير. يبقى الاثنين دول لما احطهم على دائره المازج هيتخلطوا جوه المازج، نتيجه الخلط جوه المازج هينتج عني خمس حاجات. جوه المازج هيبقى فيه خمس حاجات. جايين من مين؟ من الاشارتين دول. ايه هم الخمس حاجات اللي في المازج؟ اول حاجه الاشارتين اللي دخلتهم، تردد المحطه اللي هو الفريكونسي كارير اف سي، تردد المذبذب اللي هو الفريكونسي اوسيليتور، مجموع الترددين اللي هو الاف او زائد الاف سي، والفرق بين الترددين وده اللي انا عايز اللي هو التردد المتوسط، والتوافقيات. يعني جوه الخالط دلوقتي بقى فيه خمس اشارات، انا عايز مين فيهم؟ عايز الفرق بينهم. عشان كده بنحط دايره فوق دماغ المازج مظبوطه على الفرق بين الاثنين، هو ده الحارس اللي موجود في خارج المازج، ما يخرجش غير مين؟ الفرق بين الترددين اللي هو التردد المتوسط من الخمس حاجات دول، هيخرج دي التردد الاشاره دي بس ويسيب الباقي. تعال نشوف الكلام ده بيتم ازاي. يبقى زي ما قلنا بينتج مجموعه من الاشارات، هم الخمسه. ايه هم بقى دول؟ تردد المحطه، تردد المذبذب المحلي فريكونسي اوسيليتور اف او، تردد المحطة المستقبلة اللي هي الفريكونسي كارير، مجموع الترددين الاف او زائد الاف سي، الفرق بين الترددين اللي هو الاي اف اللي انا عايزه الاف او ناقص الاف سي، وده اللي انا عايزه وقيمته 10.7 ميجا هرتز، والتوافقيات. زي ما قلت كده الخمس حاجات. طب انا عايز مين فيهم؟ عايز اشارة واحدة بس من الخمس حاجات اللي هي التردد المتوسط اللي هي دي. بروح حاطط الدايره كده في خارج المازج مظبوطه، دايره منغمه بظبطها على 10.7، ما تخرجش من المازج غير الاشاره دي بس. يتم اختيار اشاره واحده اهي اللي هي الفرق بين الترددين من تلك الاشارات السابقه، وهي الفرق بين الترددين بقيمه 10.7 ميجا هرتز، وهو التردد البيني او التردد المتوسط. بيتم اختيارها ازاي؟ يتم اختيار عن طريق دائرة رنين اللي هو محول تردد متوسط، الدائرة المنغمة الموصلة في الخارج المازج، حيث يتم توصيلها إلى داخل مرحلة تكبير التردد البين. مكبر التردد المتوسط اللي هو IF Amplifier ده بتتكون هذه المرحلة من مرحلتين، وممكن تبقى مرحلة واحدة بس بنقول الأقصى، يربط بين هذه المراحل، يعني المرحلتين بينهما محولات منغمة اللي هي محولات التردد المتوسط. وقلناها لو تفتكر ألوانها، قلناها في الاي ام اللي هو أصفر أبيض أسود أو أحمر فاتح بني أزرق، بينهما محولات منغمة على قيمة التردد البيني المتوسط للإشارة فقط، حيث يتم تكبير جهد إشارة التردد المتوسط في المكبر طبعا، ونقلها إلى داخل مرحلة مين؟ المحدد. هتتكبر الإشارة هنا وبعد كده تخش على مين؟ على المحدد. مرحلة الكشف، وزي ما قلت لك مرحلة الكشف عندنا هتتم على كم مرحلة أو بتتم إزاي؟ عن طريق جزئين، ألف المحدد اللي يشيل الشوشرة الأول، ب المميز اللي يحول لي التغيرات في التردد إلى تغيرات في الاتساع. خلي بالك أهو بقول الكشف في الاف ام مرحلتين، محدد ومميز. الكشف في الاي اي في الاي في الاف في الاي ام مرحله واحده، مرحله الكشف.
الكلام ده زي ما قلت لك كده هنحتاجه، يعني فعلا هنحتاجه ضروري في المقارنه. عمال اطلع اختلافات وانا بشرح اهو، بعد كده نبص للرسمه بس، رسمه التخطيط بتاع الاي ام ورسمه التخطيط بتاع الاف ام، اطلع المقارنه من غير ما احفظ، وهنعملها ان شاء الله باذن الله معاكم. نشوف مرحله الكشف على الشاشه اللي هي الديتكشن، مرحله الكاشف، وزي ما قلت لك بتتم بكام طريقه، كشف التعديل مش بكام طريقه، عن طريق جزئين يعني، كشف التعديل الترددي الاف ام، يتم كشف التعديل الاف ام بواسطه الاتي الاثنين، مين؟ الليمتر اللي هو المحدد، والديسكومنيتور اللي هو المميز. يبقى هما الاثنين دول اللي بيتم عن طريقهم عمليه الكشف. هنشوف بقى كل واحد بيعمل ايه، احنا قلناها بس احنا هنشرحها. المحدد ده بيشيل الشوشره، ازاله الشوشره، ويتم فيه فصل الشوشره عن الاشاره المعدله تعديل ترددي، ثم تنقل الاشاره المعدله ترددية الى دائره المميز. اهو شلنا الجزء الخاص بالشوشره اهو، تعتبر متوسط الاشاره طالعه اهي، طبعا اشاره معدله اف ام، اول ما دخلت على المحدد شال الاجزاء الخاصه بمين؟ بالشوشره. نشوف بعد كده الجزء الثاني اللي هو مين؟ في دائره الكشف اللي هو المميز. المميز اللي هو ديسك مونيتور، وبيتم فيه، خليك فاكر ان انا قلت لك ايه، يتم فيه تحويل التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. اوعى تقول تحويل التعديل التردد الى تعديل اتساعي، لا، بيغير، بياخد بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع اللي هي بتاعت الاشاره الصوتيه، حيث يتم نقلها الى داخل مكبر التردد الصوتي اللي هو مكبر الجهد ده، عن طريق مقاومة متغيرة للتحكم في خفض ورفع الصوت. يبقى خلي بالك برضو اللي كان بينقلني من الكاشف لمكبر، خلي بالك معايا، من الكاشف ينقل الإشارة من الكاشف لمكبر الجهد الفوليوم، فاكرين ضبط الصوت، ونفس الكلام برضو في الاف ام، هينقل الإشارة بس من مين؟ من المميز، من خارج المميز، وينقلها ضبط الصوت إلى داخل مكبر الجهد، او داخل مكبر تردد مين؟ الصوتي. يبقى انا عرفت الفوليوم برضو مكانه موجود في داخل مكبر الجهد، والكلام ده هنقول لما نيجي نشرح بالتفصيل، هنقول لما ناخد جهاز اللي شغال، جهاز واحد شغال اي ام واف ام، احنا خدنا الاي ام لوحده وادي الاف ام لوحده، وبعد كده طب ما احنا عندنا جهاز في البيت انا بحول منه موجات الاي ام وموجات الاف ام، ده هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. تعال نشوف الجزء اللي بعد كده اللي هم خارجين، اللي خارجين من المميز اللي هو ضابط الصوت الاوتوماتيكي اللي هو الاي في سي او الاي جي سي، وضابط التردد الاوتوماتيكي اللي هو الاي اف سي. تعال نشوف الكلام ده. ضابط الكسب الاوتوماتيكي اللي هو التكبير اوتوماتيك جين كنترول، ضابط الصوت الاوتوماتيكي اوتوماتيك فولتج كنترول، لان انا بكبر الجهد يعني بتحكم في الجهد، والجهد هنا بيعبر عن مين؟ عن الصوت. طيب نشوف بقى ضابط الكسب الاوتوماتيكي اهو اللي هو الاي في سي او الاي جي سي، يعني الاثنين صح. هي وسيله لجعل مستوى الصوت ثابت تقريبا لجميع المحطات مع اختلاف بعدها عن محطات الارسال، ويتم الحصول على جهد الاي جي سي او الاي في سي من إشارة الموجة الحاملة العالية التردد بعد فصلها عن الإشارة الصوتية في مرحلة مين؟ الكشف، اللي بيحل محله مين؟ المميز. طيب نشوف بعد كده عندي ضابط التردد الأوتوماتيكي أوتوماتيك فريكونسي كنترول اللي هو ده، ودي وسيلة لعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي، طبعا وذلك لأن تردد المذبذب المحلي عالي جدا، يبقى طالما عالي جدا يبقى غير مستقر، وده الكلام احنا قلناه في بداية الشرح. نشوف المرحلة اللي بعد كده، مكبر الجهد ومكبر التردد الصوتي الاثنين صح، اللي هو اوديو فريكوانسي امبليفاير، وده بيقوم بتكبير جهد الإشارة الصوتية الخارجة من مرحلة الكاشف اللي هو المميز طبعا، ونقلها إلى مكبر مرحلة تكبير الإخراج الصوتي او القدرة. نشوف بعد كده مكبر القدرة، بيتم فيه طبعا تكبير القدرة الاشارة، يتم فيها يتم لمرحلة دي يعني
يتم فيها تكبير قدرة الإشارة الصوتية بالقدر المطلوب لتشغيل مين؟ السماعة. وغالبا ما تكون المراحل دي دفع وجذب، وشفناها على فكرة في أجهزة الاي ام، وشفنا يعني ايه دفع وجذب، شفنا اتنين ترانزستور والاتنين محول اللي هم بتاع داخل الدفع والجذب ومحول خارج دفع وجذب، وبينهم الاتنين ترانزستور. بعد كده عندي السماعة اللي هي لاود سبيكر، ودي بيتم عن طريقها، خلي بالك بقى معايا، تحويل مين؟ الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة. كده يبقى أنا خدت الأجزاء كلها من بعد الهوائي، من ابتداء من الهوائي وحتى مين؟ وحتى السماعة. طيب نشوف بعد كده، عندي سؤال هام جدا، خلي بالك بقى معايا. إحنا شفنا مصطلحات، خلي بالك معايا، شفنا مصطلحات يعني او اختصارات في المصطلحات، زي مين؟ زي الاي جي سي والاي في سي والاي اف سي. خلي بالك ان احنا ممكن نتعرض لسؤال ويقول لي وضح المصطلحات الاتيه، ونكتب اي جي سي قول لي معناها ايه، هي اي اف سي معناها ايه، وبتعمل ايه في الدايره. يبقى اذن انا معرض ان انا لازم في كل مصطلح ابقى فاهمه وعارفه كويس ان انا هتسال فيه. تاني حاجه، قبل ان انت هتتسال فيه ده انت هتشتغل بيه، يعني انت هتشتغل بيه، انت تفتح الجهاز ولاقي جهاز على سبيل المثال، بص خلي بالك معايا، الصوت بتاعه عمال يعلى ويوطى وانت مش بتحرك الفوليوم، يعني انت حاطط الجهاز قدام منك وصوت المحطات عمال يعلى ويوطى. طب ما ده عيب في الجهاز، المفروض ان اصلحه. اول ما تلاقي الجهاز عمال الصوت بتاعه ده عمال يعلى ويوطى كده، يبقى على طول العطل في مين؟ في الاي جي سي. يعني بص شوف المصطلح اهو، اهو انت بتقول اهو العطل، عطل اي جي سي. ودي كانت اعطال كتير جدا في اجهزه كمان استقبال التلفزيون اللي كانت زمان الاي ال ايه الابيض والاسود، موجودة كتير جدا، وموجودة في أجهزة استقبال تلفزيونات الملونة. تلاقي الصورة كده ألوانها تزيد وتقل، ألوانها تزيد وتقل لوحدها على طول. ده بيبقى حاجة اسمها ار اف اي جي سي، واحنا بنعرفه ان الار اف اي جي سي احنا نروح فاصلين الهوائي ونشوف في رذاذ على الشاشة ولا الشاشة ناعمة. لو في رذاذ على الشاشة، ما احنا قلنا الاي جي سي بيغذي مين؟ مكبر التردد العالي، ومين تاني؟ ومكبر تردد البين. لو الشاشه فيها رذاذ يبقى العطل في الاي جي سي بتاع مكبر التردد العالي، ولو الشاشه ناعمه والصوره برضو زي ما قلت لك كده الوانها بتزيد، يبقى العطل في الاي اف اي جي سي، الخط اللي رايح على المكبر. انا الكلام ده بتكلم على الاجهزه التلفزيونيه ليه؟ بحسسك او بديك اهميه الاي جي سي ده بيعمل ايه. احنا بنتكلم على الاجهزه الاذاعيه بس، برضو هتلاقي موجود برضو الاي جي سي في اجهزه استقبال التلفزيون. يبقى انا عرفت دلوقتي الاي جي سي معناه ايه، وعرفت الاي اف سي، وهنتكلم عليهم بالتفصيل. تعال تشوف المصطلحات دي ونشرحها برضو بالتفصيل، ودي جايبينها على هيئه سؤال وممكن السؤال ده تتعرض له. تعال تشوف الكلام ده على الشاشه، سؤال هام جدا. نرجع للشاشه مره تانية. ماذا تعني الاختصارات الآتية؟ إيه هي الاختصارات دي؟ A F C. A F C، خلي بالك بقى معايا أهو، أول اختصار. الاختصار الثاني A V C. الاختصار الثالث أوتوماتيك جين كنترول A G C. طب المختصرات دي طب لازم أنا أعرفها. يبقى أول حاجة عندي هنمسك مين؟ الـ AFC، وبعدين الـ AVC، وبعدين الـ AGC. على فكرة الـ AGC والـ AVC عملهم واحد، بس أنا قاصد الاختصارات دي إيه بالظبط. تعال نشوف كده. AFC Automatic Frequency Control، ضابط التردد الأوتوماتيكي، وده بيقوم، خلي بالك بقى معايا،
بعمل استقرار لترد المذبذب المحلي في اجهزه استقبال الاف ام. اي في سي اوتوماتيك فولتج كنترول، ضابط الجهد الاوتوماتيكي، وده برضو خلي بالك برضو معايا، ده جهد بيغذى لمكبر ترد عالي ومكبر ترد متوسط للمحافظه على مستوى ثبوت الاشاره، ثبوت شو اللي هو الصوت بتاع الاشاره يعني، بصرف النظر عن قرب الجهاز او بعده عن محطه الارسال او قربه وبعد محطه الارسال. اوتوماتيك جين كنترول، ضابط التكبير الاوتوماتيكي او ضابط الكسب الاوتوماتيكي. اوتوماتيك جين كنترول، وده خلي بالك معايا مسؤول عن ضبط التكبير اوتوماتيكيا. طب ما هو ضبط التكبير انا بكبر مين؟ ما انا بكبر الجهد، والجهد ده بيكبر مين؟ الجهد ده بيعبر عن مين؟ عن الصوت. يبقى اذا المرحلتين الاي في سي او الاي جي سي الوضع بتاعهم واحد مع اختلاف النطق بس. اوتوماتيك فولتج كنترول، ضابط الجهد الاوتوماتيكي. اوتوماتيك جين كنترول، ضابط التكبير او الكسب الاوتوماتيكي. تعال نشوف، عرف الاختصارات الاتيه، ناخدهم بقى واحده واحده. ده الاي جي سي اوتوماتيك جين كنترول، ضابط الكسب الاوتوماتيكي اهو. الاي في سي ضابط الجهد الاوتوماتيكي، اوتوماتيك فولتج كنترول. الاي اف سي ضابط التردد الاوتوماتيكي، اوتوماتيك فريكوينسي كنترول. ده موجود فين؟ موجود في خارج، خلي بالك بقى معايا اهو، في خارج المميز. بيتاخد من خارج المميز جهد وبيغذي بيه مين؟ مغذي على الاي اف سي اللي بيعمل كنترول لمين؟ لتردد بيعمل كنترول، ده اللي هو ضابط الكسب اوتوماتيك جيم كنترول. ده بيتاخد من خارج المميز وبيغذي مكبر التردد العالي ومكبر التردد البيني عشان يحافظ على مستوى ثبوت الاشاره. برضه ضابط الجهد الاوتوماتيكي بيتاخد من خارج المميز، واحنا قلنا المنطوق بتاعهم مختلف مع العامل بتاعهم واحد. اي في سي اوتوماتيك فولتج كنترول، ضابط الجهد الاوتوماتيكي، وده وظيفته برضه بيحافظ على مستوى ثبوت الصوت اللي خارج من الكاشف من المميز. ضابط التردد الاوتوماتيكي، ده جهد مستمر بيتاخد من خارج المميز وبيغذي مين؟ المذبذب المحلي عشان يعمل له عمليه الاستقرار. لان زي ما احنا قلنا ان تردد المذبذب المحلي في اجهزه الاستقبال الاف ام غير مستقر، عشان كده لان تردده بالميجا هرتز، عشان كده حطيت له مين؟ الاي اف سي. كده احنا خدنا الجهاز كله بتاع جهاز استقبال الاف ام، وان شاء الله باذن الله في المرحله القادمه او الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله هنشرح ازاي بجمع جهاز اف ام جزء جزء، مقاوم ومقاوم ومكثف مكثف وترانزستور، ونجمعهم مع بعض ونبتدي نشغل الجهاز قدامكم. بكده يبقى وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهده، والى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله.